أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند كسر دوادا وكابين مي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدانوكو عصوبتاي سبسكرايب سار كمبيل خفرود داو ورر كيو دنبي وهابين مي إسنين سوكو ليسو قدب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية سعيداني او كهد لي شركة دورة شادة ابريك مقدشة كفرمية سيدات بدنا او ديدة سيدوك لوحاو شيغي ان عيدة محالنا لغو صويري او امنكا لغو هريري سنيهي مدحوينها بودلان سعيد عبدالله داني او وريس قارسي يلان تافكا سوماليغي بي بي سيدا يا شيغي ان آني ور اوهينين شركة بريت الله شيغي ان او كفرمية تين دادا كتالة قرون كا عيدة مدى عيركا اي افسيوني مقالة مقدشة كاس او لغو هد لي قلافكا كتاغن دورة شادة سوماليا مدحوين الداني ايا كو ادكيستي ان قلافك دورة شدك تاغن كهر لغا حدلو ارنتا عيدا مادا او شيغي اني سيگار او استعمال ايان مدحد دولة فدرال كوحونا كو ايديي ان حالي إلا ساكي اي عيدا مو ديراد اهي صور دوبين اغا او كويا لغرون كادن عدى اي مقالة مقدشو لابد مدحوين اي مامول قبلديد بودلان يجوبلان ايا كو سوغن مقدشا وحينا لابدو دو داليلين دولة فدرال كسوماليا دور غور او هوري ايا اي كباقصدين شرار او مدحوين ها وقتيجي سادا ماد فرماجو كو باقي او لغو دميستير لها قلافك دورة شادا حد مدد تضباد اهي ايو كو سوغن يهي عاسمة دا سوماليا هالكاس او كلما او كلا يشي مدحد معارد كي سياسيين كالي وحو يريدان وحان هالكاني اميد كدب مركي ان مرتقاد رسميا كهلي بيش عالم كغار اهان جيميس سوام ايا ياماموتو او اد بريهان اوغو هولانا سيدي دي نعيادا ليسوغو كيني لها كدب مركي او دمادي مدحليدكي هاي اده دستوريغا هاي دولة فدرالكا مددي ان جوغني وحان ودا حدا ليالاني بيش عالم كيادد بدان او سومالي اهي او ايوو مهيم سيهين مدحدي هوري او حدا كم ميديسان ميدوغا مشرحين تمعاردكا مددي ان جوغني دينا عحوكو مدى مجرين عيدنا غلا حدا شي مجرين وحينا امو قانيسا اني سان ديارو احين اما شهينا مدحوين الداني او بي بي سي دا ويدي سي ان شركة بره لا شيغي انو دعايو لغو عسومي اما با اي كاقيب غاليان ايا شيغي اني براها بلشدكو اركين وراقاد لكن اي سان ورقاد رسمي اهي او لغو عسومي اي سان جرين شركة بري فرمية إلا حد وح رسمي أهوان أغنهي أو حد أفر دينو مجرطو بلس وحا تاسك سيدران محابة شير لغا قيب غلا ميشي آن أمليني إني أمني تحي أو أي أمي سومتري أنغا أمني غيدا سوغينا أو أي بيش عالم كانغو عسونتي أي حالي نلغو سو ويرري أو أفر تدينا عيدمو نلغا ديغي وحان عيدمو داسيو أفصيراني إني لمديهين كويسغال إطوانكي فيبرايو ويرري مدحدي هوري سوماليا أيو يري داني ايا شيغي انو بيش عالم كاو باقيو ان دالك سوماليا او اباهن يهي ان لسامتا بيحيو وحا او شيغي ان ارمها دورشادا لغا حدلي كارو او كليا مركا لغا هشيو امنيغا ايا سيدا عيدمدا سومالي لو مامولايو مدحوين داني ايا خوري عباشا او موجي عيدمدا دولة دقار اهان هرما عديو غرغر كواسي او كتل مامي ان اي خطر ننك امنيغا هي اوهر سيدان دالكا دينا عكلا بيش عالم كاو وركسو سارتي شركة حالانا ايا غورتا او دعيو بيش عالم كا ايا قرال اي سو سارتي كو حقيجي سيين شركة مدحدة دولة فيدرالكي دولة قوبلادي داو كرد عيو اغا إلا إلاليو ايجي ديار دا عالمي هاي مقالة مقدشو قرال كا ايا لغو يري صاحبة بيش عالم كا وحي سو دويني ساي ماتين كا خيبقال كا شركة مدحدة دولة فيدرالكا سوماليا يهو قامياش دولة دا حبنها كا دولة فيدرالكا سوماليا كاس او لغو قبان دونو اغا إلا إلاليو اي عاسمة سوماليا بيش عالم كايا اوغو باقدي مدحدة الصومالي دا إني سيدق صليح وشيران أين موجيان هقامين إياغو كأن باقاديو سوجيدين تيقود ديغا فرسامو إباي دابو طوان إيا لحدي فبرايو لابوكون كوي لباتان كا سي لوهير جيليو حنان كا دوروشادة طوان إيا تدوذي سبتمبر لابوكون لباتان كا لونا قودة غالة دوروشو ينكا بيش عالم كايا تيري نواما موقع تو وحكالي او لغو بدلي كارو لغونا هرگيلين كارو حنان كا دوروشادة طواني تدابدية سبتمبر ايا دو لراعا يو جدول سيد دقصو له او هرگيلا سي لو قبط دوروشو ين نبدون او لو وددن يهي حر حلال اهي او لغو كولسونان كارو صاحيبة دا عالم كاما تاگيري دونان جي دي سعودة آن لو دمين اما ميد بربر سعودة وحي كالي او اي كعود سدين مدحد سوماليات ان اي كفا ايديستان فرصد داني او اي غاران حل سياسة دين نبدون او هرسيدة دورو شوين اينا سميان تناسول كاللغ ممارمان كاو اهدان تقرن ك سوماليات يدد كي سبا دينا عكلا مدحوين هلفتقرين او سيوين لوغو سودوي مقالة مغدشي سلمر كاسي نكا سولافت دل كاسي توركيغا
مدحوينها دولة قبلت كوفر قلبيت صوماليا مدن عبد العزيز حسن محمد لفت قرين أيام أنت السوق قاري مقالة مقدشة كدب سفر أوغو مقنا يدل كاسة تركي قلفت قرين يوفت قيسا أيا وحا قرون كديار ذها آذن عاد سيوين وغسو دوي حبنا كترسن قلياش الدولة دقار كميد أهي أضياش إيا وحقارات ككر دقان مقالة مقدشة عاصمة صوماليا مدحوينها كوفر قلبيت أيا كخيب قليا شركة وضا تشيقة أهي إيا ودحية الدولة فيدرالكي دولة قبلت دل كقبل كبنادر كاس أو إعلامي مدحوينها وقت قيسا دماذا محمد عبد الله فرماجي سلام مركاسنا آنا اللوغين بريتا إنو فرميو فضلا دب أدور كيني هوري إيا على سيد الميديا حق حساسية فرماجة وقرشة حاليس أهيو أديك سنية إنو فولية صادق جون أو هوري وير حاليس أهو قيسدي إمن كان أود حقن أيو سيي حق هوسة أيها شيء قيسين أمان كقرون كديارة ده مقدشة لغو وريجية تليها قيبت بوليس كقبل كبنادر صادق جون مدار كعالمي غاية آذان عد انترناشنال إيو حرادة أفسيوني أيها لغو وريجية تليا صادق جون أو وطعيدة مقارة إسلامر كاسين ستوسة هالكاسي قعانت اللوغو قليي والرأي شيغ يين قرشة أي فيلا صوماليا دونيسو إني عليس أمني سارتو مشرحين تمعاردك إيو حبنها كجرا قولها بدبادة قارن إي قميستي لغو دواقي إسلامر كاسين هالكاسي أي دونيان إني أقليان صادق جون او لغو حسوستو ويرر كي لغو قادي قريغا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي لابكن تماني تدبادي ايو هويغا سنتر عبد قيب ديد اياد نور جير فوليي ويرر قرشيسنا او دي لها اسلام مركاسين صادق جون او نقضي اديغها فرماجي اسلام مركاسين قرشها ديل كاهلو اديك سدو garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa hadda degan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo diidan siyaasad ahaan falsafada madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dadka siyaasada iyo mid amni falanqeeya waxay ka digayaan in isku dhacyo ka dhashaan arinta ah in howlihi amaanka lagu wareejiyo Saadiq John oo filiyo weeraro ay doonayso kaliya fil Soomaaliya isla markaasina wax badan qaarijiyay hore garoonka diyaaradaha muqdisho saldhiga booliska ku dhex yaala waxaa taliya ka ahaa Cabdi Fitaax Bashiir Cali Mirekaas oo lagu dhaliilay jilicsanaantiisa iyo amarada la siiyo inuusan ku fulin karin musharaxiinta mucaaradka isla markaasina ka caga jiidayay amarada guracan markii la siiyo hase ahaatee gabi ahaanba waxaa la hoos geeyay gobolka Banaadir maalmahan dambe waxaa socday awaamir la dul dhigayay musharaxiinta oo markii ay doonayaan garoonka diyaaradaha muqdisho laga reebayay ilaalada hubaysan ee la socota lamana oga waxa xigi doona hadii Saadiq John lagu wareejiyay isla markaasina inuu si toos ah u weeraro si kastaba ha ahaatee farmaajaha waqtigiisa dhamaaday wax kasta kan filo dhinaca kale Turkiga oo war ka soo saartay tababar loo soo xiray ciidamada qaranka Soomaaliya wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa waxay sheegtay inay qalin jibiyeen dufcad cusub oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya kuwaasi oo tababar ku qaatay gobolka Isbaarta ee galbeedka Turkiga qoraalka ka soo baxay wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxa lagu muujiyay inay soo dhaweynayaan munaasabad lagu qabto Soomaaliya oo lagu soo dhaweynayo dufcadii lixaad ee ciidanka lugta ee militariga Soomaaliya kuwaasi oo dib ugu laabtay dalkooda wasaaradda difaaca Turkiga ayaa waxay kaloo sheegtay in ciidanka dhameystay tababarka komandoska ku qaateen xarunta tababarka la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada oo ku taala gobolka Isbaarta ee galbeedka Turkiga bishan maars koodeedii ilaa 300 oo askari Soomaali ah ayaa dib ugu soo laabtay dalka kadib markii ay soo dhameysteen tababar ay ku soo qaateen dalkaasi Turkiga dawladda federaalka ayaa dhawaan dalka Turkiga u dirtay boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gorgor kuwaasi oo loo qaaday tababar isla markaasina dawladda sheegtay in ciidankaasi markii tababarkooda soo dhameystaan dib loogu soo celin doono dalka hase ahaatee ciidamadani oo tababaraya Turkiga ayaa iminka fila Soomaaliya waxay u adeegsanaysaa caburinta shacabka Soomaaliyeed iyo dadka ka aragtida duwan fila Soomaaliya sida musharaxiinta mucaaradka goor sii horeysay Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ay u tababartay in loogula dagaalamo Al-Shabaab hase ahaatee inaanan loo adeegsan karin ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale tirada dadka laga helay cudurka caabuqa 19 gudaha Soomaaliya oo sii kordhaysa marba marka ka dambeysa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ah ee xogta caabuqa 19 ku sheegtay in la diiwaan geliyay 42 xaaladood oo cusub oo caabuqa 19 24kii saac ee la soo dhaafay 5 qof ayaana u geeriyootay waxaana ka bogsatay 5 ruux wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abikar Nuur ayaa cadeysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay Puntland 29 qofood gobolka Banaadir 10 qofood iyo Koonfur Galbeed oo 3 qof ahay 31 ka mid ah bukaanadaasi la xaqiijiyay in ay yihiin rag
halka 11 ay yihiin haween tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaan geliyay ayaa gaartay 9,968 waxaana bogsatay 4,424 ruux guud ahaan 419 ruux ayaa geeriyootay marwa fawsiya abikar nur ayaa bulshada ka codsatay inay qaataan talooyinka caafimaad ee laga helayo quburada caafimaadka ku takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khataraha cudurka uu dadka ku keeni karo maadaama uu mar kale soo laba kacleeyay cudurka halista ah ee adduunyada naafiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr isa fawsiya abikar nur ayaa bulshada ku baraarujisay inay qaataan tallaalka ka hortaga caabuqa 19 taasi oo haatan si habsami leh ugu socdo gudaha dalka soomaaliya calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid